راح تجيكم كبسة ولا أحلى. شو يا جماعة؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. يا الحيو صباح الخير. مرحبا بالكل. هلا والله يا جماعة. هذا هو الفلوق اللي ننتظره من زمان. فلوق الكشتة. وأخيرا جمعنا كلنا وأعضاء رحلة اليوم. عزيز. فيصل. أنس. ثنيان. شباب. اليوم نبغى كشتة غير. اليوم عندي الموضوع. بخليكم كشتة ملكية. حلو. خليك كشتة ملكية. طيب. عشان يعرفون إيش الخطة الحين. الحين تونا صاحين صباح. طيب الآن بنروح سوبر ماركت. حلو. إن شاء الله الغداء. الحمات. هلا. اليوم كبسة لحم. كبسة لحم اليوم. يلا. طلقنا يا جماعة. بوريكم تفاصيل الرحلة. من البداية إلى النهاية. إلى النهاية. تقول نسينا شيء. آه سيجنتشر. تيكي. شم الريحة على طول فاحت. يلا كذا تمام. انطلقنا الحين. تمام. أوليس طلع بأحد فلوقات أمريكا. أتحداكم يا جماعة طلع بأي فلوق. شوف تحت في التعليقات تشوف. أما فيصل محبة. قديم بالشغل. أيام كورونا. كل يوم فلوق. أيام البيت اللي أخذنا. بعد عزيز وين موستنج؟ انا سال بارك السياره جديده. الله يبارك فيك يا حبيبي. عشان كذا احنا مجهزين الفلوق ان شاء الله. بتشوف الليله بتقول يا عزوز ما توقعتك كذا صراحه. يلا بسم الله نبدا رحلتنا مع السوبر ماركت. يلا هنا وصلنا السوبر ماركت. هلا هلا ابو ابراهيم. هلا وحشنا الفلوقات يا اخي. من زمان وحشتنا الكاميرا والله. على الولمار. ها الله يعين الولمار. طبعا في الظهر حر لكن في الليل برد برد. فجبنا احتياطاتنا. طيب يا شباب ما نبغى نطول في السوبر ماركت. واحد يمسك الخضره واحد يمسك اللحم. طيب انا فيصل امسك خضروات والرز. انا وعزوز اللحم نمسك اللحم. انا بمسك الكبسه بروتين. هنا بالامانه احنا بنروح نجيب خضروات. انتوا عندكم مهمه بالقبرو. يلا. طيب الان بسم الله توجهنا الى قسم اللحوم. قسم اللحوم هذا من افضل الاقسام عندي في الحياه. طيب يلا يا فيصل. الله على ذكريات كبستي. اسمع ما نبي خضروات نبي افوكادو بس. ناخذ حاجه قاعدين نختار اي صحن ناخذ. دقيقه اهم شيء سبانخ بريال تدري يعني تقريبا 30 سنت. والله هنا عندنا رخيص مره. تعال وش اللي في النص دي؟ هذه ممكن خوخ. هذا بصل صغير سعره 13 ريال يعني تقريبا 4 دولار. والله عندنا هنا الفواكه الخضروات رخيصه مره. بصل مرتفع الايام بعد. وهذا بعد مرتفع. طيب ونبغى الحين حق خلطة الكادو ليمون. بسم الله. وهذا الليمون ونبغى الافوكادو اهم شيء. بس تدري ايش مشكله الافوكادو؟ ايش مشكله؟ مشكلة افوكادو انه ما يستوي بسرعة. يجيبونه قبل ما يستوي عشان أيوة. يستوي عنده. صح. شوف هذا ب 3 دولار. بسم الله. هذه دبة غاز. ليه رجعت البصل؟ يا عمي جايبين لنا خيشب نقعد 5 ايام في البر. ايش فيك؟ يا عمي هذا ايش هذا؟ حي الله من زار وخفف. بصل كذا مقطع جاهز؟ مقطع جاهز. اول مرة اشوف كذا. يمكن تشربه بعد. كم سعره؟ سعره 3 ريال ونص. يعني اقل من دولار. اقل من دولار بصل يجيك جاهز. اللي ما له خلق يقطع. شوف فيصل وين هذا ايام امريكا؟ مقطع جاهز. طيب تذكر ايام اول مدري ايش؟ ما يحتاج تبكي من اليوم رايح. هذا حق شقره. شقله حق شقره. خلاص الحين كل شيء كذا مقطع وجاهز. خلاص شوف مقطع وجاهز. هذا ايش؟ عندك كوسه وعندك بطاطس وجزر وفلفل رومي وكل شيء كل شيء كل شيء. خضروات كذا مقطع جاهزه. كل شيء بس دبه في القدر. كم سعر هذه؟ 8 ريال ونص. خلاص ما يحتاج تقطع يعني دولارين ونص. كيلوات ذي. لا عطنا البقل. ايش هو عباره عن ايش؟ هذا سناك الطيبين. وش مكوناته؟ ما شوف مكونات انا ماني متاكد صراحه ما ادري. توهقت. ايوه ليش ليش توهق قدام الكاميرا بس على وجهك. طيب الحين نبغى زبادي. اهم شيء بنسوي زبادي بالخيار. عندك الموضوع؟ عندي الموضوع. تعال يا شباب تراكم مؤخرين يا شباب. اهم شيء تعرف ايش؟ لبن حفر العج اكيد. وين هذا؟ وشوف والله هذا ايه اسمع هذا بعد الكبسه. يا لطيف معليش انا اسف. احس انه بيجوز لك خذه والله. مع خبز مفروض. يا ويلي تفهم كيف نحط الحين؟ تاخذ ملح كذا وثوم وليمون. انا كنت خذها زين. ناخذ خبز مفروض الخلطه عندي. مالك تمام معنا يا خالد. يا حياك. باقي اهم شيء. اهم شيء يا شباب اهم شيء فيصل. حتى انا اعرفه. وشو؟ افوكادو. سلام عليك. افوكادو غالي في كل الدول لانه مستورد اتوقع. يلا يعني في سلطه الليله. اليوم خلطه افوكادو. اليوم في 6 سلطات. تدري ايش احلى شيء بالسعوديه؟ تدخل سوبر ماركت تحصل مويه زمزم هنا يبيعونها. خاطرك ما زمزم اي وقت تاخذها. على طول تحتاج تجيب مكه ومرطه. في كل مكان موجود الحين. الشباب شكلهم بياجرون. كثرت واشوف جاهز ماكسي ولا بس زيت. طلع في مشكله بالسبانخ. شباب معلش لازم نفرق. العربي غير الانجليزي غير. السبانخ ما هي بسبانش. ايوه سبانش هذا مو سبانش لاتيه. يا عيال مضروبه الدنيا. خلاص جيب سيستم دحم خلاص. جيب جرجير وشبونهم. اي معروف يجيب سبانخ. طيب خلاص كذا جاهزين؟ كذا جاهزين. كل شيء كامل؟ توكلنا على الله؟ المخبوزات. المخبوزات. ده جبنا سايح. لسه بيستوي. كيف حالك؟ هلا والله. شو طيب؟ يا هلا والله. تابع فلوقات؟ اي والله. كفو. يا
يعطيك العافيه. شوف كيف الكرم، ما رضى ندفع، ما رضوا ندفع يا شباب. جزاهم خير والله، دفعت حق الرجال اللي وراي ترى. ها؟ دفعت حق الرجال اللي وراي والله. يلا يعطيهم العافيه، ما قصروا. ثوبنا خير نعطيه الخير وراي. اي والله كذا الدنيا. هنا عزيز يحط الاغراض في الشنطه. الامور طيبه بالترتيب على السريع ان شاء الله. خلاص كل شيء تمام كذا ان شاء الله، امورنا ان شاء الله كلها تمام. توكلنا على الله، توكلنا. اعطيك تمام. كم ساعه ونوصل ان شاء الله؟ ساعه ان شاء الله. طريق ساعه؟ طريق ساعه. هنا وصلنا على طريق الثمامة، خلاص الحين كله سيدة لما نوصل بر ان شاء الله. سيدة ان شاء الله. شوف هنا كله كافيهات مطاعم. على قامة الثمامة هي الثمامة تغيرت. أول ما كان في شيء هنا؟ أبد، هذا كله اليمين ذا ما كان موجود أصلا. كان لو وصلت هنا خلاص وصلت الثمامة. كان كله براحة هذه ما في شيء. تقريبا ساعة وثلاث دقايق بنوصل على المكان بالضبط إن شاء الله. طيب يا جماعة وقفنا هنا عند محل راح نشتري منقل وفحم. هنا الشباب جالسين يدورون وحطب بعد. طيب نبغى جلد عطر، كم الخيشم هذا؟ ما شاء الله تبارك الله، هذه حق طلعت البر. والمراكيز. يلا بسم الله انطلقنا وحاليا متجهين على احد الاماكن، تعرف مكان ولا عشوائي بنختار؟ والله احنا بنختار عشوائي بس انه المكان نظيف وزين ان شاء الله. بس كثير تكفى. دور بحر، دور بحر. لا دور بحر. لا اسمه ديزيز موشن. ديزيز موشن بالله. طيب يا جماعة نزلنا هنا وحاليا جالسين نسم الكفرات. قاعدين نسم ورانا دوران بحر. يلا مشينا. اوف يا الصورة هنا والله جامدة، طالع طالع هناك. هذه الطريقة تعرف وين اتجاه الريح. طبعا هي قديمة بس عشان تونا أول مرة يطلع. يا اخي انا انسان التنمر يمشي هنا ما اقدر، تون يقول لي عزوز يرحمني خليه يا اخي يمكن عليه. اسمعني اسمعني يا خلي ما نبي. اسمع اسمع دقيقه كنسل. لا لا تعال تعال انت بطربوزك تعال اصدمه. اسمع دقيقه انا شوف مضارب، لا ما ابغى مضارب، تنمر خلني رجع. احنا طبعا ضد التنمر واي انواع من انواع التنمر لان هذا تصرف سيء. تبه والله يا توم مو بيدي بس عشان عزيز يمون يعني، بس بعض الاشخاص انت تكفل انا امون عليهم والله لو ناس اخرين والله ما اقدر اقول كلام. فهو يمزح بس مزح من بار مزح. اللي تشوفونه جونا بينهم انا اخيهم. وهنا تكيتنا يا جماعه، خلاص هذا صار مكاننا حاليا واحنا جالسين هنا زي ما تشوفون. طيب يا جماعه خلينا نوريكم المكان 360 درجه، هذا المكان اللي احنا جالسين فيه حاليا. طيب عزيز ايش قاعد تسوي الحين؟ سلينا لك القهوه وكل شيء. سلام عليك، شوف كل شيء جاهز. سلام عليك، هذه قهوه اهل حايل يا بعد حي. سلمت وملي. تعال والله فيصل يبغى قهوه زي ما تشوفون. هذه القهوه السعوديه. سلمت. هنا فيصل وولس عزيز. السلام عليكم يا شباب. والله يا فيصل تعبت. اي واحدة اي واحدة حلو. جرب كلها حركة عيد هذه عيد. سلمت سلمت يا فيصل سلمت. يلا حياه. وحييك. انت طلعت بحد فلوقات امريكا بس ما اذكر اي فلوق. طالع عند البقرة الحسينة. يوم انك يعني ايش قالت لك اياه؟ كانت تشتكي والله. تقول برد والله ما لوم. والبيئة اللي كان فيها عنده مشكلة في البيئة اه صيام متقطع خربناه يا شيخ. الله اليوم اليوم معلش بتكسر روتين اليوم معلش. بس براند ديك تيكت. سلام عليك والله عايش مسوقين وشوف كيف. اوف 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 موجود في المتجر؟ هذا خلص خلاص. لا يا ما عاد يرجع. ما عاد يرجع. يعني الحين انا مع النادر. النادر النادر. يعطيك العافية على القهوة يا ابو لي. تعال وين رايح؟ ايش فيك؟ وين ال انا جايب شيء لك. شيء لي؟ ايش السالفة شباب ايش فيه؟ والله الهرجة انا جايب شيء لك. طويل العمر كراث بلدي من القصيم جايك خصيصا. ايش الوجبه يا فيصل؟ احنا احنا الخلطه انت ما باب يحرق. تعال 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 ايش فيكم يا شباب؟ خذ بقل. هذا ايش؟ بقل. هذا انت يوم قلت لك بقل عرفته؟ طيب مش مكوناته؟ مكوناته هذا زبادي بس مجمد يعني طعمه حلو. يلا خلينا نشوف فيصل ياكلها. حامضة. طيب نرجع لخلطتنا. طيب شوف يا طول العمر تجيب قطعة خبز حلو تفتحها بالشكل هذا حلو تجيب قطعة كراث تعكفها كذا عكف حلو. هذه أكلة مين؟ هذه أكلة أهل القصيم. بعدين قصيم ونجد. قصيم ونجد حلو. أنت عصر عصرة ليمون هنا بعدين مكس من البهار كذا تحط كمون وملحة شويات بس زي كذا ها؟ أيوه كذا وخلاص. أوف 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 والله إنه مهبول. شويش شويش جاه جاه كهرب كهرب خل طاقة يا اخوي عندك غدا تسويه يا اخوي. كلكم نفس الخلطة كذا؟ اي هذا الابتايزرز. اوه فيصل غير اول شيء يحط ليمون فيصل. ايش؟ مضبوط ها؟ بعدها كراث كراث نزيد شوي يزيد زيادة انا وايش؟
ما رجع ليمون معه بعد معه ليمون. لا فيصل غير ما حطيت زيادة. شو سعر الغداء؟ قاعد بتغدى الحالي أنا. بسم الله. أوف أوف أوف. على طول من هنا الجيم يا وحش. وربي قوية. هذا هذا لو فيه هناك في أستراليا. بس في القصيم هذه؟ في القصيم هذا بس. نجد يا أخي نجد. طيب نجد طيب أوكي. ها. قاعد تنقط هذيك. الصوص الصوص. الجوسي. بالعافية بالعافية يا شباب. طيب شو بتسوي الحين؟ طول عمر غسيل على السريع. من وين؟ من هنا؟ السيارة مجهزة بالكامل. ما شاء الله تبارك الله. زين بنغسل لك البريق ان شاء الله، نضبط لك شاهي مع البقل والكرات. حلو. انا احس تحتاجون شاهي. زين شاهي بدون سكر رجاء. ها؟ شاهي بدون سكر. احنا فريق بدون سكر. طيب شلون يعني؟ سكر شلون؟ انا ما دريت، لو دارك كان جايب بريقين، واحد سكر واحد بدون. حط بالكوب. لا لا نرجع الرياض، راح نجيب نجي. انا عندي فكره. قول. زين؟ ما عاد سكر خفيف. لا ما عاد سكر مره مره. ما نبغى سكر مره. طيب وش الهدف؟ طعم الشاي بدون سكر يطلع يا اخي. لازم شلون يعني؟ طيب الايس كريم قلت تاكل الايس كريم بدون سكر؟ البريق الاول بدون سكر، البريق الثاني بسكر. لا لا خلاص بسوي بدون سكر، بنحط حنا سكر. بما ان تكيت بر تحبون جلسه القهوه والفناجين، تبت كل واحد فنجان قهوه. اسلم فين هذا من زمان. بالعافيه والله. بالعافيه. اسلم 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 اسلم. عجبك الكرات يا ابو لي؟ سي فور يا عيال. هذا يسمونه يسمونه فخار. لا ما فهم ما فهم. جوجو صب صب. كنا حق تحسون حق شو اسمه كابوتشينو. لا شو اسمه فخار. فخار فخار يا اخي فخار. انت قلت جيب معك سجاده صح؟ جبت سجاده. ونشا. ها؟ تصلح لك. ويقول لي ترى احنا ما نتنمر وحنا ما ادري ايش وزي كذا. تلوموني تلوموني. خلاص هو بدا صح؟ وين القبله؟ بسم الله. جيب جيب. تغطى فيه شيء. يلا شباب على اذنكم. وين وين؟ ايوه كذا تمام خلاص. لف علي. والله كان ناقصها دباب، حرام عليك. والله ناقصها دباب والله. يا صوت دباب. هذا هو جابه حقنا. تعال 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 نبي دباب. تأجر دباب. ايه. بالله تعال طيب. يلا قول بسم الله. آه يقلب عادي. راح خوينا. الله يستر عليه. انحرق الغدا يا هو. يلا يلا. يلا. طلع من فيصل. ولا شيء. فيصل. بسم الله. انطلق. شوف كيف قاعد يهز. كيف الرحلة؟ اوه. جميلة. جولة ممتعة؟ غيرنا جو، فجأة جانا كذا واحنا جالسين. جاء من الله كذا. انا صراحة تدري ايش؟ عجبتني الحركة، وقتنا راح كله واحنا دموع. اي دموع. هذه كانت تباع ايام كورونا، حق اللي مرة واحدة تعرف بعضهم يخافون من الفيروسات وانتقال امراض. مرة واحدة؟ مرة واحدة. سعرها ريالين، واذا بتشتري كمية يطلع لك الواحدة بريال. اي تقدر طبعا تستخدمها اكثر من، بس يقول لك يعني ان هذه عشان البعض يخاف ايام كورونا، تذكر الوباء اللي صار. كبيرة ولا صغيرة؟ لا شخص واحد يعني شخص واحد. اي حق اللي خلونا في السياره فهمت، وصل مكان بيصلي شيء صفطها ويصلي ويرجع مره ثانيه. صلي قول جزميني جزميني. يا سلام شوف فيصل شوف راك منظر الغروب مع شعه الشمس الشفق ما شاء الله تبارك الله. قول لنا شعر. هو يقال الحلم ولا ما يقال؟ لا يا شيخ الان ان شاء الله نبي نكبس. يا ما حلا دقلت انا من وقلك يا سلام يا سلام يا سلام. يلا ليتس جو. يلا بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عزيز عليك شكل جيد جيد والله. اولس ماسك الجلسه هنا. اي نعم الحين تجيك احلى كبسه. اوه يا فيصل ما شاء الله الاضاءه. يلا بدينا يا جماعه. هذا هو هنا زيت زيتون. قول بسم الله. شو بعد شوي هذا اللي معجبك من اليوم. اي والله برجع تحت بس عشانه تدري. والله العظيم مره تس. بسم الله كبيره بعد ثاني. الله شوف منظر القمر. شوف القمر اليوم. نبغى نسمع الصوت اللي صار لك فلوجين تقول عنه. اي كبسه حمراء اليوم. ايه خلي الصيام متقطع متواصل ان شاء الله. ليه ما حط طماط بدل الصلصه؟ لان خوينا ما ياكل طماط.
يا الله شخصنتوا الموضوع الحين صح؟ آه. لا يا عيال كثرتوا فلفل. لا والله صدقني الفلفل والله مره كثير خمسه فلفل. لا مو بحر الناس يحطون فلفل واحد. ما عليك مبحر. من اللي بيطبخ انا ولا انت؟ بس كلنا جايين نشترك. انت السلطه مو افوكادو. انا ما احب افوكادو. انا لا خلاص لا كفايه. طيب انا الحين بسوي خيار اللبن. سوي خيار باللبن. صح نوم. هلا والله كيف الحفو؟ جاك هواش شلون؟ هواشنا وتفصلنا احلى شيء انت نايم. اهم شيء هواش على خير بس يا شباب. غاز شغال الحين حق عزيز. من احد فقرات لكل مشكله حل. ما جبنا صحن عشان نغسل فيه الرز لكن فيصل حطه هنا في الكيس زي ما تشوفون. بعدها جاء عزيز بطيناه بس من تحت زي ما تشوفون بالطريقه هذه والحين كذا الرز يتغسل صح ولا لا؟ الله ورك سمارت نت ايش؟ نت هاردر. نعم كدنزة. اي والله يا ضبا هاير هاير يا ضبا. بسم الله شوف هنا اللحم. اعوذ بالله. الله وعيال والله انفجرت الحباحر. انا اسف. هوا ايوه انفجرت. حط كم؟ حطوا خمسه. تخيل خمسه انفجر كل الخمسه. حق شقره حالي انا حار. حق طيب اسمع علي لكل مشكله. ليش تحط خلها اوت سايد؟ ما ادري ليش انفجر. ما ادري العاده. ما انت يوم الحين انت معهم. ايه؟ انا كنت نايم. ليش ما قلت ما يحط يخلون اوت دور؟ تهاوش معهم. ايوه شوف الفلوق. قومني يا اخي قومني خليني اتهاوش معهم. انا واحد من كنا يعني خفايف. قلنا ما احنا فاقعين. خمس وش خفايف؟ خمس ترى من عندك حط 10 احنا. كبسه فلفل. خلاص كل انت جرين خلاص. يقول لي طلع ما في فايف. ما في جبت ثلج في ثلج مجمره. تحدي ذا. يلا واحد يدور. روح البس. مظبوط. اي ملح. خل واحد ثاني يكون انا يعني عندي جعان. طيب لساني ناشف ولا شيء. حط داخل السياره. هذا خمسة احد فل. ما احتاج انا. حق الاندومي. عشان ما تقول لا ملعقه جديده. يلا بسم الله واحد اثنين ثلاثة. يلا. تحطون ليمون؟ بنحط كل شيء بنحط. لا تمام. لا لا. لا اي تكفى اي لا 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 خمسة كان زيد خله برا ذي يا جماعة. يا عم توكل حط خمسة. وين اقسم بالله اقرب وزير كله. وش تسوي يا تون؟ الحين عشان تضمن الافوكادو يجيك فرش تضغط عليه زي كذا في النواحي عشان يسهل عليك بعدها بخلطة الافوكادو. حلو هذا من الاشياء السرية بخلطة الافوكادو. لا كنت قد سل صدق كبناه طاير على الطايره كوتش. انا اقول بسم الله عزيز. سلام كيف الاوضاع عندكم يا شباب؟ حلوين. اعطونا دقيقه والكبسه تجيكم. شوف اوه لا الوضع يا شباب 10 على 10 ما شاء الله تبارك الله. ترى الوضع ما ادري ايش صاير. لا والله صدق. يلا بسم الله. اوه ما شاء الله ما شاء الله بسم الله. ايوه كذا كبستنا يا جماعه تكون جاهزه. ابدعتوا يا شباب. يلا مغسل وجاهز كل شيء. بس هذه هي الكبسه بشكل الاخير. تكون عافيه يا شباب ابطال الرحله. حبيبي تحت الخدمه. أولس عزيز فيصل تون معكم خلف الكاميرا. يلا سمينا يا شباب. طبعا خلينا نوريهم هنا خلطه افوكادو وزبادي بالخيار وعندنا الجرجير والاشياء كلها موجوده هنا. مو جرجير سبانش صح. والله ابغى اجيب لنا سبانخ اسوي لكم ملوخيه. الحين جرجير حياكم يا جماعه تفضلوا معنا. تفضلوا كبسه الذئاب الاربعه. هذا المطلوب. كبيسه اشوف ما حد قيم كل واحد مشغول بالاكل. عيب عليك خذ التقييم. الجو ضارب. ولع يا ابو خالد ولع ولع الدوري. في لذة سبايسي بالرز. خمسة الله تدخل انت اللي قايل لي. يا عزيز ولع الدوري عندك. حق شقرة الله ولع براطم شبه حمرا. ما شاء الله يا شباب. لا لسه باقي شوي نمسها. اقول شيء يعني كن صريح. قول. مع اني ما احب امدحه هو ذا بس والله اليوم ما قصر. اقسم بالله ما قصر. أول يعني تذوق من يدي صح. ايش رايك يا ابو وليد؟ انا معجب شغلي والله. والله اول مره اعجب شغلي. الحمد لله يا جماعه كذا يكون خلصنا اكل. يعطيك العافيه يا ابو وليد. سلم يدينك. شباب كلكم ما قصرتوا.
والله وجبه لذيذه. طيب الحين بعد ما خلصنا كبسه الحمد لله جاء وقت ليش الحمد لله بعد ما خلصنا كبسه الحين جاء وقت ليش الحين احلى شيء احلى وقت الحين انك تشرب الشاي الله تروق وتسمع سوري عبد العزيز شاي مع ايش ايش جاب هذا مع نعنع كثير كثير كذا والله ما انصحك والله والله شوف انا ادري ان ودك تصرفهن وكذا ارجعها لا ما نبي نرجعها والله نبي نرجعها خذها معي البيت مالك ما في مساحة اصلا هذا الشاي هذا الشاي يا جماعه مع الشاي والفيس تايم لا شنو الشاي يا ابو وليد ها شنو الشاي شاي خبير يلا 3 2 1 3 2 1 طبعا اخذنا هنا لنا شاي حلو خلاص بعد ما خلصنا كبسه شاي وتكي الحين كذا سوالف بس هنجرب اول مره انا ابغى الفقره دي انا ابغى الفقره دي بيجو انا جربته قبلك خلاص انت صايم الحين دورك متقطع ما عاد فيه ما عاد فيها يلا هذا بقل مع الشاي بقل بسم الله اعطى واحده شاي مره حامض والله ما شيء يصير مكس صحيح عجبك والله في ناس يغطون زي شابوره كيف بالله كويس مكس جميل والله 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 مكس حلو ما توقعت بيعجبك الصراحه ليه كذا لانه حامض وغريب ايه والله الحمد لله والله مسطنا وكل شيء والامور طيبه ومستتبه طلعتها في الموسم الشتاء خلاص بدينا نشيل الاشياء يا جماعه ما يحتاج بنترك المكان ان شاء الله نظيف الحين الشباب يشيلون كل شيء خلاص يا شباب يلا ليتس جو كذا خلصت جلستنا يعطيكم العافيه ما قصرتوا يلا بسم الله توكلنا على الله شيء يا جماعه الحين العوده للرياض ان شاء الله على خير باذن الله ساعه ونوصل هذا الطريق زي ما تشوفون هذا شحمه ولحمه يلا يا شباب بالعافية الطلعة الجميلة ان شاء الله على خير باذن الله ان شاء الله راح نكرر باذن الله مره ثانيه انتظروا فلوق على خير بالعافيه انتظروا فلوق على حرم الجمره يلا تصبحون على خير يا شباب مع السلامه مع السلامه طيب يا جماعه كذا يكون انتهى يومنا يعطيكم العافيه شكرا لكم معنا من البدايه لما النهايه كان يوم جميل وخفيف ولطيف مع الشباب وان شاء الله راح نشوفكم بايام ثانيه سؤال اليوم يقول ايش افضل وجبه تاكلها في البر شوفوا تحت في التعليقات بنشوف الوجبات اللي تاكلونها كان معكم ثنيان خالد خليكم دائما في الفيلم جابين ولا تخلون شيء يضايقكم ابدا و تصبحون على خير السلام عليكم وهذا يوم شقة سلام 1 2 3 اكشن